مرحبا بكم متابعينا. طوال 10 أو 12 سنة الفايتين، الدولة التونسية غرقت في الفساد إلى ما يقارب إنها شارفت على الانهيار، والفساد في البلاد التونسية وصل حتى للقضاء. وكيف ما شفنا الأيامات الفايتة إنه تم إيقاف البشير العكرمي، واللي كان قاضي ووكيل جمهورية معتمد لدى الدولة التونسية ومن كبار القضاة في البلاد. لكن السؤال المطروح، علاش تم إيقاف بشير العكرمي؟ كيف ما نعرفوا أنه بشير العكرمي شغل منصبه كوكيل جمهورية معتمد لدى الدولة التونسية منذ سنوات عديدة وعاصر فترة حكم النهضة. وخلال فترة 10 سنوات الأخيرة، البشير العكرمي باع ذمته الحزب حركة النهضة وراشد الغنوشي وأصبح يشتغل معهم. واستطاع البشير العكرمي أنه يصبح رجل النهضة وأداتها منذ سنوات التطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالح حزب حركة النهضة وراشد الغنوشي. لكن الشيء الصادم أنه البشير العكرمي اشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. أذاك علاش تمت التغطية وإخفاء عديد الملفات في قضية شكري بالعيد ومحمد البراهمي منذ سنوات، لأنه حركة النهضة لم تكن تريد أن تكشف الحقيقة في مقتل شكري بالعيد ومحمد البراهمي. أذاك علاش يواجه العكرمي اتهامات خطيرة بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بالعيد ومحمد البراهمي منذ سنة 2013 وإخفاء الأدلة والتستر على وثائق وأيضا على متهمين ضالعين في القضية هذه. ومنذ أيام التالي يصدر قرار قضائي بإيقاف البشير العكرمي عن عمله ومزاولته مهنته كقاضي. وتم أيضا منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوم قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به بأي طريقة كانت. وبعد إن اكتملت الأبحاث، يتم إيقاف البشير العكرمي ومداهمة منزله، والغادي كانت الصدمة، ويتم العثور على أكثر من 1200 محضر بحث و 4800 شكاية ووثائق ومؤيدات تهم قضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. أما على العثور على مكالمات خطيرة في هاتفه الجوال، بالإضافة إلى أنه تم العثور داخل حاسوبه الشخصي على فيديوهات وصور القضايا إرهابية تم إخفائهم منذ سنوات. وهذه بالطبع الضربة القاسمة لحزب حركة النهضة، واللي باش يتم على خلفيتها إيقاف العديد من القيادات. وبإذن الله في الأيام القادمة نسمع أخبار مفرحة عن قضية شكري بالعيد ومحمد البراهمي. في آخر الفيديو إن شاء الله ربي ظهر الحق، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.